حصرياً على زفات العروس بالطلب الزفة كاملة وبدون حقوق. يرجى أسألك يا شاعر عن جمال البنت هذه، حقيقة أو خيال؟ سبعة تقدر أنك توصفه ببيات أهو هذا محال أهو هذا محال أهو صفر حيرت من شافها قبلك ويقالوا حد يوسف سحر حسد دان خارج مع زود الدلال تسعة ستة ستة خمسة صفر زينها ما شفت قبله لا شبيه ولا مثيل لكن بشعري بحاول حتى لو مالي مجال. أبسألك عن زينها عن ممشها وعن عينها تقدر انك توصف اللي على زفات العروس طلب الزفه كامله. عينها بحر مواهب صالعة الجوال عينها سحر غشاه المستحيل سبعة ورمشها فيون سالي او عبر رمشها ليل وظلام سبعة اثنين اثنين صفر ثلاثة اثنين. أبسألك عن شعرها أو مكان الحسن خارج المملكة تقدر أنك توصفه ببيات أوسع بالسؤال اثنين أربعة صفر سبعة شعرها صفر صفر ثمانية شعرها ظلام غشا صبح الجبين شعرها شلال سحر يقول يا شاعر تعال حصرياً أبسألك عن حصرياً عن فمه على زفات العروس عن سوالي في الحسب في دمه كاملة تقدر تجاب سؤال ولا هو صار سؤال صفر خمسة صفر اثنين أربعة وجهها صفر وجهها سبعة وجهها نور يغيض بطلته شمس العباد صفر وفمها توت يفوق بروعته كل الخيال اثنين خمسة خيال أو من قدها لين انكسى لين السنابل وانتنا وعنقها مع يدها حصرياً مع خدها على زفات العروس للطلب الزفة كاملة وبدون حقوق. أبسألك عن اسمها صالعان عن أصلها عن فصلها صفر 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 تقدر انك تذكر الأصل اسمها نور اسمها نور اسمها صفر نور سبعة وهي نور لأهلها يوم جاء أصلها يشرف جميع اللي قربها عن يمينه وعن شمال. بس يا شاعر كفاية بس يا شاعر حصرياً في بشر الملك والله إن اللي ذكرته حصرياً سحر على زفات العروس للطلب الزفة ما اليوم هلم ذاب بزين حقوق ذاب الأصيل صالعان الجوال انسحر ورد الحلال صفر بكامل أصافر النساء صفر ثمانية ما ألوم أو عبر التليفون ما ألوم علي يوم ذاب بزين صفر ثلاثة ذيب الأصيل انسحر ولد الحلال بكامل أوصاف الغزال. بنت تغيظ البنات بزينها لين قبلة بزينها لين قبلة حيها بنت الأصول حيها نبع الدين حيها حصرياً بنت الأصل حصرياً حيها نبع الدلال حصرياً على زفات العروس بالطلب الزفة كاملة وبدون حقوق. يرجى صالعان الجوال صفر خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية أو عبر التليفون صفر سبعة اثنين اثنين صفر ثلاثة اثنين اثنين خمسة أو من